السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يأتي في سياق سلسلة أحاديث بعنوان أم أبيها في عظيم المنزلة. وصل الحديث إلى وقفة مطولة عند صبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام. تم التأكيد فيما مضى على أن صبر النبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام عظيم جدا، لأن نبي أيوب نبي وابتلاؤه كان عظيما، إلا أن صبر النبي أيوب لا يمكن أن يقاس على الإطلاق بصبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، ولا بصبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا بصبر أي من أهل البيت الذين هم جميعا من الحقيقة المحمدية وعظمتهم محمدية، وما يتصل بهم في النتيجة لا يمكن أن يصل إلى مقاماته الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن الزهراء حديث عن روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عن غيب رسول الله، عن سر رسول الله، عن قدر رسول الله، عن ليلة قدر رسول الله، ليلة قدر القدر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فأي فصل بين الحديث عن رسول الله وعن الزهراء لا يجعل إمكانية لمعرفة الزهراء، يحرمنا من معرفة الزهراء. لابد وأن نبحث عن عظمة الزهراء عليه السلام في قلب العظمة المحمدية. في هذا السياق ينبغي التنبه إلى أن الوقوف على أعتاب الزهراء سلام الله عليها يجب أن يكون طيلة العمر. لا يمكن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، وموقع الزهراء من المنظومة الإلهية المحمدية، منظومة نور الهدى الإلهي، موقع محوري بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذا الموقع المحوري يتضح جليا عندما نقرأ حديث الكساء لمرة واحدة، فكيف إذا لاحظنا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الموقع المحوري للزهراء عليها السلام. فيما يتعلق بروايات الشهادة، الرواية الأولى حول شهادتها عليها السلام أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما. الرواية الثانية أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 75 يوما، والرواية الثالثة أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 95 يوما، يعني بثلاثة جمادة الثاني. الرواية الثالثة لم يحدد المعصومون من أولادها سلام الله عليهم ولا أمير المؤمنين سلام الله عليه تاريخ شهادة الزهراء سلام الله عليه، وبقيت هذه الروايات هي المتداولة. سئل الإمام الخامنئي دام ظله عن أي الروايات هي الأصح والأرجح، فقال في الجواب: شاء الله عز وجل أن يكون الحديث عن أمنا الزهراء عليها السلام لفترة أطول،
يعني عدم تحديد تاريخ الشهادة على نحو الحصر برواية واحدة يجعل هذه الفترة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر صفر وإلى آخر شهر جمادة ثانية موسم الحديث عن الزهراء سلام الله عليه، باعتبار أن ولادتها سلام الله عليها تأتي في 20 من جمادة الثاني، 3 جمادة الثانية تاريخ الشهادة بناء على الرواية الثالثة، و20 جمادة الثانية مولد الزهراء عليه السلام. هذه 17 يوما من 3 جمادة الثانية للـ20 هي التي اصطلح عليها في بعض البلاد الإسلامية بالأيام الفاطمية. 17 يوم من 3 جمادة الثانية إلى 20 جمادة الثانية. لكن الوقوف على أعتاب الزهراء عليه السلام ينبغي أن يكون كما قلت طيلة العمر، وخصوصا من آخر شهر صفر من ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بدأت غربة الزهراء سلام الله عليها، ثم يستمر الوقوف الخاص على أعتابها عليه السلام إلى آخر جمادة الثاني. شهادة الزهراء عليه السلام كليلة القدر. ليلة القدر لم يشأ الله عز وجل أن يحددها في ليلة واحدة، ويؤتى بأعمال ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23، مع أن الراجح أن ليلة القدر هي ليلة 23، لكن لعظمة ليلة القدر ينبغي الاستعداد لها، ولكل ليلة من الليالي مدخلية بتحصيل ليلة القدر. من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها خصوصا في هذا الموسم الفاطمي من آخر صفر إلى آخر جمادة الثاني، البحث في زوايا النفس عن حقيقة الاقتداء بالزهراء عليه السلام. الاقتداء الحقيقي من كل شخص يظهر من خلال اهتمام الشخص بكلام ذلك الشخص وبعاداته وبمسلكه. الشخص الذي يعيش الآن في العالم الإسلامي ويتأثر بالغزو الثقافي، تظهر حالة التأثر بالغزو الثقافي في كلماته، في ثيابه، في عاداته، طريقة أكله، خصوصيات المختلف تظهر. هل نحن ممن يقتدي بالزهراء عليه السلام ليصل إلى الاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أننا سنجد على الأقل أن هناك مجالات عدة لا نقتدي بها بأهل البيت، وإنما نقتدي والعياذ بالله بأعداء الزهراء، بأعداء أهل البيت، يعني ببني أمية، بآل أبي سفيان، بالذين وقفوا ضد الله عز وجل وحاربوه وحاربوا رسوله وأهل البيت. هذا الأمر عنوانه البارز الذي يشكل تحديا لكل منا، العنوان البارز الموقف من الدنيا، الموقف من التملك، الموقف من الثياب، شراء الثياب، اللبس، الموقف من الأكل. كم نأخذ من الدنيا؟ بيوتنا بشكل عام بيوت سفيانية أم بيوت محمدية علوية؟ كيف كان بيت الزهراء؟ كيف كان أثاث وجهاز عرس أمير المؤمنين والصديقة الكبرى؟ كم أخذ أمير المؤمنين والزهراء، كم أخذوا من الدنيا؟ كيف كانت صلاة أمير المؤمنين؟ كيف كانت صلاة الزهراء؟ كيف كانت تلاوة الزهراء، الآن الحديث على أعتابها سلام الله عليها، كيف كانت تلاوتها للقرآن الكريم؟ كيف كان صبرها في الشدائد؟
إذا اكتشف الإنسان أنه في باب الصبر هو صفر اقتداء، لا يوجد أي ذرة من الاقتداء عنده بأهل البلد، فإن الفرصة لم تفت. بمجرد أن يدرك الشخص منا مدى بعده ويقرر ويطلب بصدق أن الله عز وجل أرسل خير خلقه سيد الأنبياء، وأرسل الأنبياء وأرسل الأولياء، أمر الأولياء بماذا؟ بإيصالنا، بالأخذ بأيدينا، وأهل البيت عليهم السلام الأدلاء إلى الله عز وجل. جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن فاطمة عليها السلام لما سميت زهراء، فقال عليه السلام: لأنها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. المهم أن نكسر صنم العادة ما اعتدنا عليه، أنه نحن بانين أنه التدين هذا اللي نحن ماشيين عليه، واحد بده يفرش بيته من هون شوي زيادة من هون شوي ناقصة بالأكل والمصرف، أحيانا بيكون في بذخ في طرف بده ينتقم من الفقر، مرة بفترة فقر بده ينتقم منه. هذه الموازين ترجع إلى الهوى والرغبات والشهوات، ترجع إلى عبادة الهوى. من يهتم بها ويتصرف على أساسها هو عبد الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. الشخص منا الذي يجد ردة فعله، طبعا أنا أعيد الآن تذكيرا بأبرز العناوين التي مرت في الأحاديث السابقة، الشخص الذي يرى أن ردة فعله الطبيعية إساءة إلى الآخرين، الشخص الذي لم يعمل مرة واحدة في حياته على أساس الآية القرآنية المبدأ القرآن المضيع ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا الشخص ينبغي أن يقف خصوصا في أجواء الأيام الفاطمية، يقف مع النفس وقفة: هل أنا محمدي؟ هل أنا من شيعة أهل البيت حقا؟ هل أريد أن أقتدي بالزهراء عليه السلام حقا؟ عندما يكتشف الشخص منا الخلل في سلوكه في خصوصياته يمكنه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويقسم: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك دعوة ولن تسمع لي صوتا، فإني أقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وحاشا كرم ولي الإحسان والنعم أن يرد طلبا هو يريد، ومهما كانت معاصينا فإنه يخاطبنا بكل الحنان واللطف: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من جملة الأمور التي ينبغي أن ندقق في مدى اقتدائنا فيها بالزهراء عليها السلام العلاقة بالصلاة، لأن العلاقة بالزهراء عليها السلام لا تنفصل إطلاقا عن الصلاة،
لماذا سميت الزهراء سلام الله عليها؟ نجد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لأنها كانت إذا وقفت في محرابها زهر نورها لأهل السماء. إذن النور الزاهر والزهراء نتيجة هذا الوقوف في المحراب، يعني قمة العلاقة بالله عز وجل. إذا وقفت في محرابها يزهر نورها لأهل السماء كما يزهر الكواكب، تزهر الكواكب لأهل الأرض. علاقتنا بالزهراء عليه السلام لا تنفصل عن الصلاة، فكيف هي صلاتي وصلاته؟ كيف هي صلاتنا؟ إيانا أن نفصل، نريد أن نتفجع على الزهراء عليه السلام، نريد أن نقتدي بها، نريد أن نتعرف عليها، لكن صلاتنا كما هي. إما أن يكون الشخص منا من أهل الصلوات الأربع وبعدين بيقضيها، صلاة الصبح ما عم بفي لأنه عم يسهر كثير وبعدين بيقضيها، صار من أهل الصلوات الأربع، ما عاش من المسلمين أهل الصلوات الخمس. وبالإدمان أنه ناوي يقضي، ناوي إن شاء الله، والصلاة اللي لازم يصليها عم يتساهل فيها، فلما صارت قضاء رح تروح عادة هيك. أو أنه لا يصلي من أهل الصلوات الخمس لكن زحف 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 على الحفل. الصلاة بلاء مبرم، بدي يصلي بدي أخلص منها. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح في سيرته أنه كان ينتظر الصلاة بفارغ الصبر ويقول: أرحنا يا بلال. أنه متى يحين وقت الأذان وتؤذن يا بلال؟ في شوق لهذا الموعد مع الله عز وجل، لهذا اللقاء بالله سبحانه وتعالى. كم هو الفرق بين من ينتظر الصلاة بفارغ الصبر وبين من يزحف إلى الصلاة زحفة؟ أصبر عن بعض المرات ممكن يعبر واحد مثل حمل الملح، يعني حمل ثقيل والعياذ بالله. الزهراء عليها السلام التي خلقت من نور عظمة الله عز وجل، والتي كانت إذا وقفت في المحراب يزهر نورها لأهل السماء كما تزهر أنوار الكواكب لأهل الأرض، هل يعقل أن أقترب من أعتابها دون أن أقف وقف جذري عن علاقتي بالصلاة؟ كل هذا الكلام عن الصلاة ولم نصل بعد إلى الحديث عن الخشوع في الصلاة. مهم الصلاة أول الوقت. في هذا السياق ذكرت في الأحاديث السابقة مرارا وينبغي التأكيد على هذا الأمر باستمرار، أن العالم الجليل السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وهو من تلامذة السيد القاضي، وكذلك المقدس الشيخ بهجت من تلامذة السيد القاضي، كلا العالمين سيد الطباطبائي والشيخ بهجت ينقلان عن السيد القاضي قدس الله سره، سيد القاضي سيد علي القاضي للإمام الخامنئي دام ظله، يعبر عنه بأنه الفقيه القدوة. مدرسة سيد القاضي قدوة، سيد القائد يقول قدوة للعلماء الكبار الصغار جميع الناس وخصوصا الشباب. هذا الفقيه القدوة سيد علي القاضي ينقل عنه سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان والشيخ بهجت هذه العبارة: من صلى الفرائض الخمسة أول وقتها ولم يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني. يعني كم هو متيقن من أن المحافظة على الصلوات الخمس توصل إلى المقامات المعنوية، لكن ما هي الصعوبة في المحافظة على الصلوات الخمس؟ صعوبة أن يصلي صلاة الصبح أول وقتها، يعني عند الفجر. فلأجل التسهيل، ما هو الأسلوب الأفضل للمحافظة على هذا؟ لأجل التسهيل يستيقظ الشخص عند الفجر ويصلي ثم ينام بدون أذان، بدون إقامة، بدون تعقيبات، لا تسبيح الزهراء ولا شيء نهائي،
يتوضأ ويصلي وينام. إذا أضرت النوافل بالفرائض فلا خير فيه. إذا شاف أنه بدي أقوم يفيق على الفجر وبدي أعمل تعقيبات وعلى أصول مش راح يفيق، لا خليه فيه يصلي الواجب مستحبات بعدان بيوصلها. هذا التأسيس على أساس الآيات والروايات، يعني التأسيس بما يطابق الآيات والروايات يوصل إلى كل خير. هذا برنامج عبادي قائم بذاته، ولذلك أفضل ما يمكن أن نعود أنفسنا عليه ونربي أولادنا عليه، أعظم رأس مال يعطى للشخص أن يوفق للمحافظة على الصلوات الخمس أول وقتها. بعدان التفاصيل ومستحباته بدي واظب على زيارة عاشوراء، على بعدان خليها لبعدان، لكن أن يخرج من أحبولة الشيطان أنه صلاة الصبح مش ضابطها، بعدين بيقرب نهار زيارة عاشوراء أو دعاء أو مدري شو، لا ما بد الزيارة خليها ضبط الواجب. هيك بدي أقول واحد لنفسه، لأن هذه المستحبات التي تترافق مع الإقامة على حرام مثل تضييع صلاة الصبح، هذه المستحبات تصبح وسيلة ليقنعنا الشيطان من خلاله أنه نحن متدينين أو هذه ملتزمين عندنا مستحبات، ما منتبهين أنه في عندنا خلل. ما بينتبه واحدنا أنه في عنده خلل مركزي من قبيل أنه واحد عاق لوالديه وبيعمل حاله متدين وبيدور على برنامج عبادة وما شابه. لا خليه يكون بار بوالديه، شغل كتير أفضل له من أنه يعمل مستحبات. هذا واجب ليك مستحبات. أو الشخص الذي لا يصبر أبدا أن يعود نفسه على بعض الصبر. الشخص الذي يقع في الغيبة ولو فرضنا الغيبة شخص واحد، هناك شخص واحد هو تأذى منه وهو ينوي أنه بمجرد أن يذكر هذا الشخص سيغتابه، لأنه ما بتعرف شو عمل معي وما بتعرف كذا واللي تحملته منه ما حدا إلى آخره، كل هذا مش صحيح، هذه غيبة من الكبائر، هذه تسلب الإيمان. فالمستحبات اللي عم بعملها مع الإقامة على محرم لا تنفع. ينبغي أن نجتنب أن تضر النوافل بالفرائض حتى بهالمقدار، إنه واحدنا يبني على نفسه متدين لأنه عم يعمل بعض المستحبات وبيساعده هذا على التساهل بترك الغيبة مثلا أو ما شابه. الذي أريده لنفسي وللآخرين أن نتنبه ونحن على أعتاب الزهراء أننا نقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. هذا الباب لا يرد عنه سائل، مهما أردنا يمكننا أن نحصل عليه، لأن الله عز وجل يقول وأتاكم من كل ما سألتموه، ورسول الله وأهل البيت يحملون همومنا، الملائكة يستغفرون لنا. الإمام الحسن سلام الله عليه ينقل عن الصديقة الكبرى الشهيدة أنها قامت في محرابها تصلي وتدعو للمؤمنين حتى انفجر عمود الصبح، وما سمعتها تدعو لنفسها، فسألتها يا أمه ما دعوت لنفسك؟ قالت يا بني الجار ثم الدار، الجار ثم الدار. أم أبيها تحمل عطف أبيها، أبوها روح رحمة الله، أبوها هو رحمة الله تعالى للعالمين، هي روح رحمة الله تعالى للعالمين، لكن بشرط أنه نخلي للصلح موضع، أن نكون جئنا إلى باب الزهراء عليه السلام بصدق، مسكين واقف بالباب، سائل واقف بالباب، أسير يتيم انقطع عن رسول الله وعن أهل البيت، المنقطع عنهم يتيم، أيتام آل محمد، والأسير الذي أسره هو النفس، و السائل الفقير الذي
أفقرته ذنوبه والمعاصي، جعلته صفر اليدين، ما عنده حسنات. هذا السائل الواقف بالباب يقسم على الزهراء عليها السلام بما لا يرد مع القسم به، بلوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغربة أهل البيت من بعده، بلوعة أمير المؤمنين لغربة الزهراء عليه السلام، بلوعة الزهراء لغربة أمير المؤمنين عليه السلام. هل يمكن أن يرد؟ وإذا أجاد العلاقة بإمام زمانه وقدم العزاء لإمام الزمان وأسس لعلاقة دائمة به سلام الله عليه، فإن الإمام يحصل له ممن يرضى الله تعالى لرضاها على كل ما يريد، وليس ذلك على الله تعالى بعزيز. يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.